مشهد. مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. غريب امر هذا الماء هذا اللي كيضيع من تحت الارض اللي خارج في هذه المنطقة، اللي واحد السيد اللي اتصل بينا وبغى يشكي على ان هذا الماء اللي كيشوف انه كيضيع، وبزاف ديال الناس ما مستافدينش من الماء، وكذلك كاين اللي كيقول على اننا في الفترة ديال الجفاف، ولكن هذا الماء اللي كيضيع في هذه المنطقة على حسب الاقوى ديال السيد لانه ماء صالح للشرب، يعني ماء نقي. وهذا السيد هذا اللي درباش من نفس اتصل بينا غيحكي لنا التفاصيل من امتى وهذا الماء ضايع. اجي حدا سيدي، من امتى ضايع وهذا الماء، وغيحكي لنا شنو المشاكل اللي عانى منها بسبب هذا الماء. تفضل اخويا بلاشي، اسمح لي تفضل اخويا. عليكم اخويا، الله ما ينادى هذا منكر اخويا. هاد المشكل ديال الماء اخي تالت مره هو كيوقع. المره الاولى اتصلوا بهم جاو تصاوبتوا لي، ديك المره الثانيه اتصل بهم المشغل ديالي مع 8 الصباح ما جاو حتى ل 12، دابا من البارح بالليل هو لغايه الوقت ديال الوقت باقي ما صاوبوش. اتصلت بهم، هضر معي واحد السيد، قلت له دير الماء ما كاينش مغرب، قال لي انا ماشي شغلي يعطيني العنوان، الا هو ماشي شغله. قلت له انا غنتصل بشوف تي في، قال لي اتصل بهم. انا اتصلت درت الاجراءات، ضربتني النفس، ما قدرتش نصبر على هذا الماء اللي كيضيع والناس ما لقاوش الماء. شحال هذا الماء هو كيضيع تقريبا؟ من البارح بالليل. بنفس الوتيره؟ بنفس الوتيره، راه غتهبط معاه حتى الاخر ديالو، راه تيرا ضاع الماء بزاف، ولثالث مره ماشي اول مره، يعني نفس المشكل ما تصلحش، كون تصلح ما غاديش يوقع هذا المشكل. كيف تشي لك بعض الاحياء الشعبيه؟ حنا عندنا في الحي الشعبي ديالنا من ثلاث ايام اربع ايام كيطلقوا لينا الماء ملوت مع العشيه، بداعي انها كاين ندره المياه. وعلاش هذا الماء يضيع ملي كيطلقوا لنا حنا الماء ملوت؟ علاش هذا الماء كيضيع حشومه؟ وكاينه حمله تحسيسيه كبيره قايم بها المغرب على ندره المياه وفي العالم كله ماشي على المغرب. وضيع الماء حشومه لديك انها مستهتره بالمواطنين وما مهتماش بالماء وما مهتماش بالمصالح الوطنيه. شحال من مره عيطتي لهم؟ عيطت لهم مره ليديك، عيطت لهم مره وحده دابا اليوم. ومن قبل؟ لا كنا كنعيطوا، عيطت لهم المره الثانيه، عيطت لهم المشغل ديالي مع 8 الصباح ما جاو حتى ل 12، صالحوا المشكل عاوتاني نفس المشكل نفس البلاصه لثالث مره والما كيضيع، يعني ما كاينش اصلاح مزيان. السبب ديال هذا ولا كيخرج المشكل؟ كانوا قاموا بالاشغال وما صلحوش داك الشيء مزيان. كانوا قاموا على عمليه الحفر، صوبوا شي حاجه ولا شنو هو، وعاود بقى ملي مشى هما وقع المشكل وعاود جاوا صوبوه وعاود وقع وصوبوه، وعام الثاني دابا ثالث مره من البارح بالليل هو كيضيع الماء. انت اجي معايا باش نقربوا المشاهدين من البلاصه اللي كيضيع فيها الماء بالضبط، اللي كيخرج من الارض اللي بغرابه انه يكون شي فويت داخل تحت الارض هو اللي السبب الرئيسي اللي كيخلي الماء كيخرج من تحت الارض. هل المصدر ديال الماء من كيخرج؟ ومن هنا عاود ثاني. يعني هذا الماء خارج من تحت الارض. من تحت الارض، من الاصلاحات اللي قاموا بها. منين عاوشان؟ من هنا. بداية ديالته. من تحت الارض. لثالث مرة. وانت كتعرفش هنايا، وانت دابا كتبتي لي ان الحي ديالك كتحل روبينات بوشرة كتلقى الماء. كتلقى الماء ملوت بداعي ان الماء ندرة المياه ما كايناش، كنقولوا ما كاين مشكل الدنيا هانية. ما كاينش الماء في البلاد وازمه عالميه ماشي مشكل، ولكن باللي ما كتشوف الماء كيضيع قدام عينيك راه حشومه وحرام وعيب، وكيدوزوا مسؤولين من هنا وما كيتصلوش وكيدوزوا ما عرفتش واش الاستهتار، ما عرفتش. انت غير خدام فقط في هذه المنطقه؟ انا هذا اجون سيكيريتي هنايا، ما بقى فيا الحال على هذا الماء كيضيع حشومه حرام. يعني هذا الماء كون يستافد منه الناس يستافد منه ما يضيعش، غادي يستافدوا، محتاجينه. كاين اللي محتاج مسكين 5 إيطرو ولا إيطرو ديال الماء محتاجها، كاينين أزمة عالمية ماشي ما خصوش يضيع هذا الماء حشومة حرام. وثالث مرة راه ماشي أول مرة نقولوا ما كاين حتى مشكل، ولكن باش يوقع المشكل المرة الأولى وتجي تصلحوا وعاود يوقع عاوتاني المرة الثانية وتعاود تجي تصلحوا وعاود يوقع المرة الثالثة وكيطول المشكل بحال دابا من البارح بالليل هو كيضيع الماء راه حشومة. راه الا شتي المصدر هنا، المصدر الا جيتي غتمشي واحد المسافه طويله اللي غادي معاها الماء.
حيت حتى الواتيره باش غادي الماء ما غاديش بشويه، غادي بواتيره كبيره، ماشي فويت قليل ولا ما غادي بغزاره. كتشوف هذا تبذير اكبر من تبذير. ما كنحاسبوا المواطن على قطره، كنقولوا لي ما تضيعش قطره من روبيني، وما نحاسبوش شركه ليديك على فيضان. فيضان هذا السيارات كيدوزوا كيعمروا كيرشوك بالماء. ما عرفتش هاد الناس واش ما عندهمش على اهتمام بالوطنيه ديالتهم، ما عندهمش، ما عرفتش. حيت دابا راه بزاف ديال العمليات التخصيصيه كتقول اننا نحافظوا على الماء، الصحافه، الجرائد، القنوات، كلشي فين ما دخلتي كتلقى بان كاين حمله تخصيصيه باش نحافظوا على الماء. ولكن هذه الحمله ملي كديرها بالنسبه لشركه كبيره وكدير بحال هذا المشكل، راه ما كايناش ما كاينش المواطن كيفاش غادي يدير ملي شركه دير بحال هكا؟ المواطن كيفاش غنطالبوا منه باش يحافظ على الماء؟ هذا الماء صالح للشرب، الماء صالح للشرب ماشي ديال الواد الحار، الماء ديال الشرب. وانت شنو كيبان لك بالنسبه للناس اللي كيخرجوا يوم مستخدم ديالهم وهو غادي كيضيع القيد؟ مفارقه كبيره ملي كيبان لك ان في حي شعبي، كنتكون انا في حي فراره، حي شعبي، مره كيطلقوا لنا الماء ملوت. ما كنصبروا ماشي مشكل، كنقولوا الدنيا يعني راه الماء ما كاينش، ربما كيجر داك التراب اللي معاه، ربما كذا، ولكن ملي كتشوف الماء كيضيع بحال هكا حشومه وحرام وعي. حتى دابا قدام عينينا الماء كيبان ملوت. لا ما صافي، وصفى دابا مع من مع الماء بالليل هو خدام جر كاع الاطربه وتصفى، دابا راه صافي تشرب منه ماشي مشكل دابا. شنو الرساله ديالك اليوم سيدي انت كانك تحصلت شي بينا؟ الرساله ديالتي ان خاص المسؤولين يؤديوا المهام ديالهم. راه داز ماشي مسؤول، ماشي جوج، ماشي مواطن، ماشي ثلاثه اللي دازوا من هنا، خاصو يكون عنده غير على الوطنيه ديالته، على الماء وعلى الازمه اللي كاينه، خصوصا كاينه ازمه. كون ما كانتش ازمه ماشي مشكل، ولكن كاينه ازمه ديال المياه. حيت كتشوف ان الماء كيوصلك الدار من الاول وهو كيضيع قدامك، يعني خاص تدخل في اسرع وقت. اسرع وقت لان الماء غادي وكيضيع. حيت لبقى بحال هكا بهاد الوتيرة غنوليو في جفاف ديال اكثر من ما كيولي. الى كل بلاصه غادي يوقع في هذا المشكل بحال هكا راه صافي، راه غادي غتصل بينا لدرجه ان ما يبقاش بنادم لاقي حتى ما يشرب. شوما شكرا. اذا المشاهدين الكرام كيف ما كتشوفوا على ان هذا الماء اللي كيضيع بهاد الوتيره الكبيره في هذه المنطقه هذه، سميت هذه المنطقه هذه هذه زنقه التفاح في حي انفا. شكرا سيدي. كيف كتشوفوا الماء اللي كيضيع بهاد الوتيره الكبيره؟ يعني حنا تقريبا انا في واحد الفيضان، لاننا غادي ببطء، وهو المصدر ديال هاد الماء اللي كيخرج. يعني غريب امر هاد المكان هذا اللي كيخرج منه هاد الماء هذا. كيف ما قال لنا ان كانت الاصلاحات، كيف كتشوفوا مشاهدي قناه تشوف تي في، على ان الماء مجهد بزاف وصل حتى لافان ديال الشارع. يعني الصراحه لازم المسؤولين يحاولوا على انهم يدخلوا في اسرع وقت باش يحلوا هذا المشكل هذا، باش الناس تلقى الماء صالح للشرب. لان كيف قال السيد ان في بعض المناطق ديال الاحياء الشعبيه كيحلوا الروبينيات كيلقاو الماء غير صالح للشرب، ماء ملوث، وكيصبروا لان العمليات التحسيسيه كتقول ان الماء ما كاينش في العالم كامل. كيف ما كتشوفوا يعني الصراحه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني كيف كتشوفوا راه بزاف ديال الماء، يعني 3 ايام وهذا الماء كيضيع في هذه المنطقه هذه. يعني واجب على المسؤولين يدخلوا في اسرع وقت، لان هذا الماء هذا راه صالح للشرب كيف كتشوفوا، ل 3 ايام وهو كيضيع في هذه المنطقه هذه. كيف كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في، يعني لازم تدخل احد المسؤولين باش يحاولوا يصلحوا هذا الماء اللي كيضيع في هذه المنطقه، اللي هو ماء صالح للشرب، ماء نقي، ماء اللي خارج من تحت الارض بسبب الاشغال ديال بقى. كيف قلت لكم واش تهضر سيدي؟ بغيت تهضر؟ ها؟ يعني كيف كتشوفوا هاد الماء اللي كيضيع في هاد المنطقة هادي، اللي بواحد الوتيرة كبيرة والناس ملاقية ما تشرب، والناس بعض المنطقة كيخرج لها الماء ملوث. يعني 3 ايام وهاد الماء كيف كتشوفوا، انا كنحاول نوصل لكم الصورة الكاملة في هاد المنطقة هادي.
يعني الصراحه راه بزاف ديال الماء اللي ضايع وفيضان كبير كاين في هذا الشارع هذا. لي طوموبيلات كيدوزو كيرشوا الناس بالماء، يعني لازم تدخل احد المسؤولين باش يحاولوا انهم يصلحوا هذا الماء كيف كتشوفوا امامكم في الصوره. اذا مشاهدينا الكرام كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا المباشر باش يوصل للمسؤولين باش يحاولوا يدخلوا باش الناس ما بقاوش يوصلهم الماء ملوش وهو كيضيع في هذه المنطقه هذه. اذا مشاهدي قناه شوف تي في الى هنا ينتهي هذا البث المباشر، والى اللقاء.